تفهمون. ما زلنا مستمرين في كتاب Basic English Grammar وراح نتكلم في الجزئية العاشرة من Prepositions وهي حروف الجر. حروف الجر مهمة جدا، فكثير من الأشخاص يعني يواجه صعوبة في عدم فهم حروف الجر. خلينا ناخذ التعريف علشان نفهم شنو معنى حروف الجر. A preposition is a word that connect one thing with another, showing how they are related. إذن هو عبارة عن كلمة تعبر أو تربط الكلمة الثانية وتقدم المعنى، بمعنى إنه الكلمة هذه تربط بين كلمتين أو أكثر أو جملة وتقرب المعنى. جميل، تقرب المعنى، تمام. يقول لك some prepositions tell you about position or place. بعض حروف الجر تعبر لك، يعني الكلمة نفسها معناها تعبر عن position، يعني تعبر عن مكان، حلو، أو place أو position يعني موقع أو مكان. لما قلنا in نعبر عن مكان، into برضو مكان، off برضو مكان. خلينا ناخذ في صورة أنا سويتها، خلينا نفهم ناخذ علشان نفهم الشرح أكثر. جميل، زي ما انتم شايفين الآن الصورة هذه تقريبا أهم prepositions in English، أهم حروف الجر في الإنجليش، تمام. كل كلمة لها معنى، كل كلمة لها معنى. جميل، خلينا نبدأ من under، هذه راح أشرحها هنا. under هذا البوكس. جميل، هذا البوكس لما نقول under أسفل، under the box أسفل الكتاب، فالكرة هنا الكرة جاءت أسفل البوكس، فنقول معنى under بمعنى إيش؟ أسفل الشيء، أسفل الشيء، under، under place، under box، under whatever يعني. over هو يأتي بمعنى over، بمعنى أعلى. إذا under، over، around يعني تأتي بمعنى حول الشيء، around the box، حول. فتلاحظ أن الكرة تدور على دائرة أو حول، around the box، تمام. زي ما نقول مثلا نقول around the things، يعني around كعبة، يعني الإنسان لما يطوف يقول around، تمام. الطواف هو عبارة عن around the كعبة. جميل، تمام. إذا around بمعنى حول الشيء، حول الكعبة، around كعبة بمعنى حول، تمام. around the box يعني حول الصندوق. away from هو بعيدا عن الصندوق، بعيد عن الصندوق. جميل، هذه الكرة، تمام. away from the box. جميل، هذا الصندوق، فaway away from بمعنى بعيدا عن، toward the box أمام، تمام، أمام بمعنى أمام. هنا الكرة جت هنا نقول toward the box، تمام. past the box تجاوز هذا الصندوق، نقول past the box معنى تجاوز الشيء أو تجاوز الصندوق. around هنا through the tube، تمام، بمعنى through من خلال، هذا tube، تمام. الكرة جاءت من داخل الشيء ومرت يعني، فنقول through. أيضا هنا نجي للكرة، الكرة زي ما أنتم شايفين طالعة من أسفل للأعلى، فنقول upstairs للأعلى، up بمعنى أعلى، down بمعنى أسفل، out of the box بمعنى أنه كانت الكرة هنا، جميل، فخرجت، فنقول out of. كلمة out of تستخدم لشيء، فهذا أول هي عبارة عن حروف جر تساعد في ما معنى. into داخل الشيء، داخل، into the box، فجاءت الكرة، هي الكرة بالأصل كانت في الخارج فجاءت للداخل، نقول on into the box. along the road يعني على طول الشارع، على طول الشارع أو على طول الشيء، تمام، على طول الشيء. هنا الكرة كانت، فكانت هنا كانت، بعدين وصلت إلى هنا، فنقول along the road. across the road تجاوز، across، تمام، across. فهذه كل هالكلمات تعبر عن معنى معين.
زي ما ذكرنا قبل شوي into معنى انه كانت Jane is jumping into the pool. فهمتوا؟ فبمعنى انه هذه البنت into كانت في الخارج فجت تحاول انه تكون into the pool. off بمعنى خارج, off the shelf. تمام؟ فهنا كانت الكتب كانت موجودة في الرفوف, فنقول the books fell off the shelf. تمام؟ فكل كلمة لها معنى تعبر, يا اما تعبر عن مكان او تعبر عن تايم. شلون ايش معنى تايم؟ تعبر عن وقت. لما نقول on mini shop close on Sundays, جميل, ف on تعبر عن وقت, عرفنا انه on هي تعبر عن وقت. until, جميل, before قبل, during خلال. ففي بعض الكلمات لها معنى وفي بعضها لها ما فيها معنى, يعني ما يكون لها معنى. after بعد, at خلال, جميل. فهذه كل الكلمات إذن preposition هي حروف جر تساعد الكلمتين أن يكون أو تقرب المعنى من خلال كلمتين وتسوي فيها ربط. فالpreposition قد يكون قد يعبر عن مكان أو قد يعبر عن وقت, جميل, تمام. خلينا ناخذ الأسئلة. يقولك underline the preposition in the following sentence, جميل. مثلا الجملة الأولى the man fell off the ladder, تمام. طيب وين حرف الجر؟ حرف الجر off. بهالبساطة أبغى الجميع يشارك وين حروف الجر, وأيضا هنا تحط لي حرف الجر المناسب, حرف الجر المناسب في الجمل. حلوهم وارسلوهم لي. شكرا لكم, لا تنسوا المشاركة.